في الزنقة صعب يشوفنا غير برام طنجاوي خاوة والله ما تخدم لا كنتي فيلس وخيسي الدم لا عشرتيني صعبي ما تندم في قلبي ضرب يجريها كيف سيف لا كنتي راجل قلبي كون ضيف روا بضاع وبقالهم غال بيف لو حلق عفرو صعبي غير تجيب فاجي تشوكي قلنيش وكل ايا والسلام عليكم معكم حمزة أفرو على مباشر وكل شيء مباشر بالنسبة للجديد ديال باريو حاولت نبين فيه الأحياء الشعبية ولد بني مكادا وخدمنا ديك السيل هذاك بالنسبة للجديد باريو واحد الجديد اللي في الدم وكتبته من قلب حيت أنا ولد حومة شعبية وكنتمنى هادشي يتفرق بالنسبة للسيل اللي كنعملو وديك الشيء اللي كتشوفو في كليب راه كلشي راه كنعيشو ديك الجديد ديال باريو راه ديك الشيء اللي كنعيشوه بني مكادا هو اللي قلتو في ديك الديسكو كامل بالنسبه للناس اللي كيقولوا حمزه معلق في مشاكل بزاف د الحاجه راه تهمه وسرم راه ولد الناس واي حاجه واصلا الا كانت شي حاجه دازت الله يسامح دنيا واخره ودابا كنقول لكم استناو افرو بصفه جديده وما كاينش مشاكل وغتشوفوني ولد الناس وحنا دائما معكم العز بالنسبه لاي واحد كيدعي عليا واحد فكره غلطه راه ما كاين والو من داكشي داكشي اللي كتشوفوا في دياسك كتكون مجرد خدمه وكنخدموها اما الحياه راه كنعيش انسان عادي وهادشي اللي كاين ولاد الناس بني مكادا راه مبقاو فيها دائما ولا رزق الله ولا شي حاجه بنادم ما كينساش الحومه ديالو هادشي اللي كاين بالنسبه للاعمال اللي يكونوا مشتركين هذا العام ان شاء الله غيكونوا بحر لهن وغيكونوا مفاجات واعرين وغيصدموا بزاف ديال الناس هادشي اللي كاين بالنسبه للستيلات اللي نقدر نخدم اي ستيل نخدمو يعني فيما حطيتيني جبرني معاك واجد افرو ولا الدريل ولا التراب ولا اي حاجه كنخدمها هادشي الجمهور ديالي كنقول لكم مباشر كنحبكم وراكم في القلب وتحيا اي واحد كيبغينا وتحيا اي واحد حتى هو كيكرهنا دابا مع الوقت يرجع يبغينا هادشي اللي كاين تحيه